دموعك هتخلص. يلا ما ينفعش تعيطي كده، البنات ما بتعيطش. ها فهمني مين اللي بيعيط؟ المخنوق. واتصلنا بهايدي. خلاص بقى مش موضوعنا دلوقتي، انت كده هتفتح خناقه والحاجه قاعده. انا بتكلم على نفسي قرف. ام حماتك تبقى قرف يا جدعان. خلاص بقى، وعدى يا جماعه ربع ساعه على ربع ساعه ولسه لغايه دلوقتي ما حصلتش حاجه. ام اللهم الله يا شفت مالها المانيا مش هكباكو صح؟ لا مين قال هي ثانك يو. يلا يلا، وانا قلت لهم ان احنا بنظبط الميك اب. مين نزلك كده؟ انت نزلتني كده؟ لا يا شيخه بجد. اه والله ما انت شفت الطقم ده. تمام ماشي. ما انا كنت بطلع جبل التلج تلج. جبل التلج جري. امال ايه لما نروح نشوف مين بيخبط؟ ما انا كنت بطلع جبل التلج تلج. جبل التلج جري. ده فين؟ اوكي ثانك يو. Hope you can show me if you wanna go there.